مستمرين مع حضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي وضيفكم كابتن أحمد سمير المدير الفني لمواليد 2005. ازيك كابتن أحمد؟ أهلا بيك كابتن أسامة، وسعيد إن أنا موجود مع حضرتك وبهنيك على البرنامج الجميل دوت، وحاجة جميلة ما شاء الله تبارك الله عليك. شرفنا ومنورنا النهاردة، ربنا يخليك يا كابتن أسامة. قول لي بقى، بداية كابتن أحمد سمير في التدريب داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كانت إمتى؟ كان بدأت موسم 2010-2011. كان موجود أيامها في الفترة دي كابتن عبد النبي عاشور مدير قطاع البراعم جوه النادي الأهلي، وكان كابتن محمد عامر رئيس قطاع الناشئين، وكابتن عماد النحاس كان النائب. فبدأت حاجة كده منصب اسمه المدير الفني للمهارات بالنادي الأهلي أول ما بدأت. وشهرين ثلاثة كده الحمد لله الواحد اشتغل بفضل الله، يعني شغل كويس. مسكت بعد كده المدير الفني لفريق 2002 بالنادي الأهلي موسمين اتنين، وبعد كده مسكت الموسم اللي بعديه مدير فني النادي الاهلي 2003. بعدين جالي سفريه كده مع الكابتن عبد النبي عاشور في اتحاد جده السعودي، مسكت مدير فني 17 سنه في اتحاد جده السعودي. كان كابتن عبد النبي عاشور رئيس قطاع الناشئين في اتحاد جده، وكان معايا الكابتن احمد رضوان صديقي يعني اخويا 2005 دلوقتي. رجعت النادي الاهلي بعد يعني موسم هناك حققنا نتائج كويسه، خدنا بطولتين من ثلاثه بفضل الله كويس، بس حصل ظروف كده ان يعني والدي توفى، ففضلت ان انا ارجع عشان والدتي هنا، ورجعت النادي الاهلي تاني. عارف يا كابتن يعني النادي الاهلي ده سبحان الله حاجه، يعني الدنيا كانت كويسه هناك وكل حاجه كويسه، بس سبحان الله يعني الواحد حب النادي الاهلي ده ما بيتقدرش بتمن. رجعت بسرعه، ما قدرتش اتاقلم على الجو مع ان الدنيا كويسه، ولكن سبحان الله يعني النادي الاهلي ده اللي بيخرج منه لازم يرجع، يبقى حاجه صعبه يعني لازم ترجع تاني بشكل. حسيت ان انا موضوع صعب بالنسبه لي. رجعت مسكت المدير الفني للنادي الاهلي 2005، ويمكن دي رابع سنه معاه. عامل شغل كويس معاه الحمد لله بفضل الله، الحمد لله تبارك. قول لي بقى الجهاز الفني اللي معاك الموجودين في 2005، مين الجهاز الفني؟ طبعا انت يعني عندنا الكابتن جمال السيد مدير قطاع البراعم للمرحله بتاع 2005 وال 2006. معايا بقى الكابتن محمد سعد، ومعايا الكابتن احمد فوزي مدرب حراس، ومعايا دكتور اشرف عثمان وكابتن ودكتور اسلام موجودين، ومعايا سعيد الاستاذ سعيد يعني العامل بتاعنا. العلاقه بقى، العلاقه ما بين ونسيت بس معلش احمد فؤاد اداري الفريق. احمد فؤاد اداري. العلاقه بقى ما بينكم ما بين الكابتن جمال السيد اللي هو المدير الفني للفريق البراعم 2005 و2006؟ لا مش عايز اقول لك يعني، خاصه ان الكابتن جمال كان عندي هنا ضيف في حلقه وما شاء الله اشاد بيكم يعني اشاده كبيره جدا. لا هو راجل يعني اخ اكبر لينا قبل اي شيء، يعني كابتن جمال اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي. انت عارف ان هو ابن النادي الاهلي يعني من اساسه، كان شغال في النادي الاهلي قبل كده وراح اشتغل في ام بي، واشتغل برضه في الشباب السعودي في السعوديه في الوقت اللي كان شغال فيه. اسم كبير وقيمه كبيره. اللي انا عايز اوصله يعني ان هو ما شاء الله عليه بيضيف لنا بشكل كبير جدا يا كابتن اسامه. علاقه ما بيننا وما بين بعض ان هو اخ كبير مركز معانا جدا في الشغل، النواحي الاداريه النواحي الفنيه بيضيف لنا بشكل جيد جدا. دايما على طول بيثقفنا بمحاضرات فنيه، دايما مركز معانا بشكل جيد. التعامل مع اولياء الامور، التعامل في ادائك مع الولد بيبقى عامل ازاي، فدايما يعني على طول لما بيلاقي في اي حاجه ترك حصلت خطا من مدرب او فبيبدا يقعد معاك يصحح لك اخطائك. لا هو ما شاء الله عليه حاجه جميله جدا، وراجل محترم جدا في شغله، وانا بقول ان هو بيضيف لنا في الشغل الفتره اللي فاتت دي بشكل كبير جدا سواء فنيا او اداريا، فحاجه جميله يعني ما شاء الله عليه يعني. تمام. 2005 دلوقتي فريق النادي الاهلي متصدر الدوري، يعني من بدايه الموسم يعني هنستعرض دلوقتي ونشوف الجدول على الشاشه، لعبته حوالي 8 مباريات النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 22 نقطه. شايف التصدر ده ازاي يا كابتن احمد؟ لا الحمد لله يعني احنا دلوقتي بنستعرض دلوقتي على الشاشه، الاهلي لعب 8 مباريات، فوز في 7 مباريات، تعادل في مباراه واحده، مفيش خساره، 46 هدف، اقوى خط هجوم عليك 6 اهداف، المتصدر برصيد 22 نقطة، يجي بعديك الداخلية اللي لاعب مباراة أكتر منك 9 مباريات برصيد 22 نقطة. يمكن أنا عندي مباراة مؤجلة كمان إن شاء الله ناخدها ونفرق بشكل كويس. عايز أقول يا كابتن يعني فريق 2005 فريق محترم،
في عناصر مميزه بشكل كويس، يعني لعيبه جامده جدا ما شاء الله على اعلى مستوى. لكن انا الفتره اللي فاتت انت عايش معاهم فتره طويله، فخلاص بقى في تاقلم في الاداء التكتيكي والاداء اللي داخل الملعب، الولاد عارفه التحركات بتاعتهم عاملين ازاي. ف يعني بقى لي عشره عمر معاهم، فالولاد فاهمين دماغك عامله ازاي. بالاضافه زي ما بقول لحضرتك ان جالنا اضافه قويه كابتن جمال، تمام. بيطور فني، وعايز بقول لك برده محمد سعد معايا المدرب المساعد، مدرب كبير جدا وما شاء الله، يمكن انا يعني بحب شغله جدا، وراجل شغال بشكل جيد وبيحب الشغل وبيشتغل كويس وبيضيف لنا حاجات. كلنا جروب واحد، مش هقول ان انا لوحدي ان انا شغال، لا الفرقه كلها بتسمع كلام كابتن جمال وبيسمعوا كلام كابتن محمد سعد. عندك بقى احمد فوزي اللي كان المفروض يبقى موجود معانا النهارده، يعني برضو مشروع مدرب كبير، يمكن هو لسه مبطل السنه دي. احمد فوزي مدرب حراس مرمى على اعلى مستوى، ومن خلال البرنامج بتاعك ببارك له ان هو مسك مدرب حراس بالقاهره في 2005، وهو طبعا اسم كويس. اكيد ان شاء الله الفتره اللي جايه، يعني هو برضو مطور في اداء الحراس بشكل جيد، يعني كجهاز وكمنظومه فارقين مع الولاد. ما فيش حاجه اسمها فرقه احمد سمير ولا فرقه، لا هي فرقه النادي الاهلي 2005. الولاد بيحبوا الشغل، بيجوا التمرين وهم فرحانين. انت عارف كابتن سامي السن ده برضو هم اخر مرحله في فريق البراعم. خلي بالك انا عايز اكلمك بقى في السن ده، 2005 انا بتكلم 13 سنه برضو. يعني دي مرحله البراعم ليها معامله خاصه، ازاي توصل لتفكير الولد في السن الصغير ده. هي الامور مش فنيه بس انت عليك. لا انت امور اذا ما بتشتغل على الجانب الفني والمهاري والبدني، ازاي تعامل الولد نفسيا في السن ده. والله كابتن اسامه يمكن هم اصحابي، يعني مش عايز اقول لك، احنا الولاد اللعيبه اصحابي. يمكن احنا في اوقات كتير يقولوا لي احنا هنخرج امتى يا كابتن. فعلا احنا بنخرج مع بعض، يعني اللعيبه اصحابي، اللعيبه الصغيره دي انا مصاحب. مهم جدا ان الولد يحبك ويهيبك يا كابتن في نفس الوقت، يعني هي معادله صعبه شويه. مهم جدا ان اللعيب لو حبك هيدي لك كل حاجه. في السن الصغير ده مش محتاج ان الولد يتحط تحت ضغط نفسي ولا ضغط عصبي. مهم جدا ان انت يكون فيها كابتن نوع من الروح والموده ما بينك وما بينه، عشان الولد يعمل لك حاجه كويسه لازم يكون بيحبك. وفي نفس الوقت حته الدلع، انا مش بحب الدلع ولا احب ان انا يعني ان هو برضو يجي في التمرين يبقى جاي متاخر. لا، في حاجه اسمها الالتزام والمرونه، ملتزم معاه. الاهداف بتوع الاهداف مستعرضه الاهداف دي في بطوله الدوري 2005 برضو، الاهداف والشغل المميز اللي انت عامله انت والجهاز الفني اللي معاك. يمكن الولاد زي ما بقول لحضرتك كابتن هم سنه صغير. انت عارف ان الانتقال من المرحله كابتن اللي هي بتاعه الخمسه والجول والسته والجول والسبعه والجول، تلعب 11 اول سنه دي مختلفه تماما، موضوع مختلف شويه، محتاج شغل كبير، محتاج وجهد. بس زي ما بقول لحضرتك طبيعه السيستم اللي انت حاطه من 6 وجول و7 وجول و8 وجول لغايه اما طلعت بيهم المرحله، فمش ما خدتش وقت مننا كبير ان انت لسه تحفظ المراكز. يمكن انا سهلتها شويه لكابتن جمال السيد. وكابتن جمال السيد جه بقى لا يعني كمان تطوير في الاداء الفني مع تطوير في الشغل البرامج التدريبيه، فالحته دي يا كابتن اضافت لنا كتير، فعامله نوع من الانسجام ما بين اللعيبه وما بينها وما بين بعضها، فحافظين بشكل كويس. يمكن انت شايف نسبه الاهداف عاليه نتيجه انت بتوصل للجول كتير بالشغل الكويس اللي هم حافظين، خلق المساحات من على الاطراف. يعني ما بنشتغلش ما بنجيبش جوال اللي هي الايه تصوبات من بعيد ولا بتوصل بالكوره بشكل جيد بحيث ان يعني. برافو عليك يا كابتن. عايز اخدك بقى نقطه مهمه، كان النهارده معايا مداخله مهمه جدا من الاستاذ احمد محفوظ عضو مجلس اداره منطقه القاهره في عمليه التزوير بقى والتسنير. كان فريق الغابه تقدم بشكوى لمنطقه القاهره ضد فريق المقاولين العرب في ولد عندهم مسنن، فالاستاذ احمد محفوظ قال ان شاء الله هيكون في قرار النهارده او بكره في الموضوع ده. فعلا بتعانوا في التسنين في البراعم يا كابتن؟ دي يعني مش عايز اقول لحضرتك كابتن اسامه ان دي اكبر مشكله بتقابل المدربين او 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 اللعيبه. لعيبه كابتن يعني انت ليه بتاخد حق يعني حق مش حقك؟ اي اب دلوقتي يا كابتن اسامه عايز يلعب ابن كوره. ناس طبعا بتسمع ارقام فلكيه، بياخدوا فلوس كتير، محمد صلاح ومش ميسي ونيمار، فكله معلش انا اسف دماغه خلاص راحت في منطقه تانية خالص، ان الاب عايز يشوف ابنه احسن لعيب في الدنيا. فما بيفرقش معاه بقى كابتن هو يقوم رايح اختبارات مثلا في النادي الاهلي مثلا مواليد 2005، تمام. فطبعا هو شايف ان الولاد في النادي الاهلي 2005 سابقينه، وطبعا هو واخدين شغله وحافظينه.
الا لو جالك لعيب كويس جدا بقى ما شاء الله تبارك الله، بيبقى لعيب هايل ولعيب حافظ ولعيب كويس، او مش 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 معنى حافظ لا، يعني عنده امكانيات فنيه كويسه، عنده السرعه، عنده المهاره الاساسيه كويسه، وانت بتاخده بتنميها له كمدرب. ما عرفش يتحرك في الملعب ازاي، فبتبدا انت تقول له اتحرك كويس. فبيبدا هنا الاب بقى كابتن لما بيفشل ان هو بيروح نادي اهلي او انبي او مقاولين او زمالك، يبدا يروح على انديه ثانيه. يروح بقى كابتن بقى معلش بيقوم داخل بقى في منطقه، يروح عامل شهاده ميلاد لابنه مواليد 2003 و2002. ده قصه كبيره جدا يا كابتن اللي انا عايز اوصله لك. انا معظم انديه مصر اللي بتلعب النادي الاهلي او تلاقي في كل فرقه 6 لعيبه او 7 لعيبه مسننه. ما هو النهارده هتلاقي في قطاعات ناشئين بفكر في المكسب، عايز اكسب بطوله. طب ازاي اكسب بطوله وانا الهم عندي يعني بعد كام سنه نكسب لعيب للكره المصريه؟ هو ده المهم. خلي بالك الكلام انت بتقوله ده مهم جدا، وهنفرد له ان شاء الله يعني مساحه كبيره جدا من الحلقات. لازم يكون لنا دور هنا في برنامج الاشبال ودور الاتحاد الكوره والمناطق عشان نقضي على الموضوع التزوير والتسنين. من خلال البرنامج بتاع حضرتك يا كابتن انا بناشد اداريين كل الفرق، لان الاداري هو اول واحد بيتضرر. انا كمدير فني انا شغلتي الملعب، وطبعا انا كمدير فني او 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 راجل ماسك مثلا فرقه 2005 انا او كابتن جمال السيد الراجل المدير بتاعنا بنبقى شغلنا فني في الملعب. فانت النهارده لو ما رحتش للولد وتابعته كويس جدا ان الولد ده في حاجه غلط، سواء بقى في اوراق لازم يا كابتن، لان في حاجات كتير بتحصل طبعا. يعني هي قصه كبيره، في ده في ناس بتزور وفي ناس واحد يموت اخوه يقول لك انا بيلعب باسم واحد، حاجات كتيره يا كابتن لو دخلنا في القصه دي صح. فمن خلال برنامج حضرتك ان كل اداري انت اللي ما تاذيش نفسك، لا روح له المدرسه، تابع اوراقه كويس، شوف له كم اخ، شوف مش مجرد ان انت تروح مره واحد. ممكن يا كابتن واحد يروح المدرسه الواحد يلاقيه قاعد في الفصل في اول يوم، وبعد كده لو رحت مش هو اللي حتى ده. خلي بالك ده انت احنا بنتكلم في مشكله واحده، مشكله واحده في البراعم في التسنين التزوير. احنا عندنا مشاكل كتير في المنطقه دي من ملاعب زي ما انت بتقولي دلوقتي، وهيبقى لينا برضه حلقات ليها للملاعب، وهنعرض للساده المشاهدين تصوير ملاعب سيئه لا تصلح للعب. دي للاسف بتعرض لعيبه عندنا للاصابات وبتنهي عمره كمان الافتراض. مشكله في الحكام، بتلاقي حكام بتروح الاختبارات بتبعت حد تانية مكانهم. فاحنا عندنا في قطاعات الناشئين لازم نبدا نصلح، لازم عشان نتصلح يبقى عندك كره مصريه صحيحه مظبوطه، ما يبقاش النجاح عندك طفره، لازم يبقى البدايه عندك في قطاعات الناشئين. بص يا كابتن بمناسبه الملاعب زي ما حضرتك ما بتتكلم كده، انا عندي لعيب تمام. عندي لعيب اسمه يحيى احمد ده فرود من الفراوده الكويسين اللي موجودين معايا في النادي الاهلي. انا مش حابب ان انا اذكر اسماء لعيبه ولكن انا القصه دي انا بقولها ليه. رحنا بنلعب في ملعب كده من اسبوعين كده، كان عندنا مباراه ملعب السكه الحديد، مش انا مش يعني خلينا نقول ملعب السكه الحديد دي حقيقه يعني الملعب الفرعي. احنا كلمنا كابتن جمال السيد، كلم المسؤولين هناك، قالوا لهم لا مش هينفع نلعب على الملعب الرئيسي وبتاع، الملعب عندنا ماتش تاني الساعه 4 وبتاع. وانت عارف بقى كابتن معظم الفرق يعني ايه، هتلعب النادي الاهلي فان فرقه بتلعب كوره، فعايز يخنقك في ملعب وحش ياخدك بحيث ان النتيجه ما توسعش، ما تبقاش بدل 8 تبقى 2 تبقى 3، الموضوع ما يبقاش واسع عليهم في في في, في, في النتيجه. ففوجئت ان اللعيب اللي عندي ده اول لعبه في المباراه لسه نازل عامل تغيير، ولعيبه كابتن ايه يعني مرشح ان هو يكون موجود في منتخب القاهره، اول لعبه بيعمل كده قام نازل انكر رجله كسر والله يا كابتن. الماتش اللي فات كان في اختيار للعيبه انت بيختاروا لعيبه منتخب القاهره، فالولد طالع من المباراه يعني بيجي يتفرج على عكاز على زمايله وبتاع، ففي اختيار طبعا من اللجنه الفنيه للمنتخبات ان الولد عايز يبقى موجود. فطبعا هو يعني مش ذنبه، راجل اتكسر معانا في النادي الاهلي وراجل موجود ورجليه مكسوره وراجل لعيب كويس جدا، فهو عايز يقول يعني الولد وهو طالع كابتن اسامه بيعيط متضايق جدا زعلان جدا، يعني حتى والده بقى يقول انا يعني وهو طالع من الملعب انا سامع والده بيتكلم بيقول يعني طب يعني ازاي، طب ده الولد اتكسر. خلي بالك احنا نفتح الملف ده ونفتحه بقوه وان شاء الله هيكون ليه حل، ان الموضوع ده مهم زي موضوع التسنين هو موضوع الملاعب. انا ما بقتش عارف ارد عليه يا كابتن يعني هو الولد فعلا يعني لا لازم هو ده لا خلي بالك ده دور المسؤولين، لازم انت النهارده تشوف الملعب بعين الملعب قبلها، هل الملعب يصلح ان ولد صغير ناشئ ان يلعب عليه او ما يلعبش. وانت دلوقتي في كلامك بتقول لي محمد صلاح، هل محمد صلاح دلوقتي عامل حاله في كل قطاعات الناشئين في مصر؟ طبعا يا كابتن ده قدوه كبيره جدا للاعيبه ناشئين وبراعم مصر، وهو حاله طبعا يعني نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يكمل على نفس المستوى دوت. وانا شايف ان هو يعني في ناس كتير كانت بتقول هو سنه بس، لا هو بيشتغل على نفسه كويس قوي، بيتطور هي اهم حاجه في حته الكوره يا كابتن التطوير. معظم اللعيبه كابتن عندنا هنا في مصر
بتبص تحت رجليه. يعني هو ما بي يعني حته التطوير دي اهم شيء يا كابتن. انت مهم جدا ان في كل مرحله في حياتك انك تطور من نفسك. يعني محمد صلاح النهارده استلم تحت ضغط بيخش جوه الملعب، لو ممسوك من على الاطراف بيخش بيبقى فيرو التالي. لا وكمان الدوري الانجليزي يعني من اقوى الدوريات في القوه دلوقتي، ما شاء الله بيجاري في القوه كمان كابتن. انت بيتحط له النهارده في كل مباراه من اقوى فرق العالم، تشيلسي ومانشستر، اثنين او ثلاثه يعني لا ما شاء الله. يعني هو التطوير بقى يا كابتن، انه بيشتغل على نفسه كويس جدا ما شاء الله دلوقتي، تبارك الله ربنا يحميه. شوف عضلات بطنه بقت عامله ازاي، خلاص انت داخل في حته ثانيه. فيعني ربنا يحميه، وده بيبقى هدف لكل لعيبه مصر انك تجتهد وتموت نفسك، ومش بعيد يعني مش بعيد ان انت تلاقي نفسك نجم عالمي، وربنا يكرمه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. وانت بتتكلم بقى عن منتخب منطقه القاهره 2005، كم واحد عندك من فريق 2005 في النادي الاهلي انضم للمنتخب؟ لا انا عندي 14 لعيب ما شاء الله تبارك الله. 14 لعيب ده الفرقه، ده الفرقه كلها ما شاء الله 14 لعيب. وفي كمان لعيبه ما راحتش والله، لعيبه كويسه يعني في لعيبه كويسه كمان ما راحتش، انما هم الولاد يعني كان المدير الفني كابتن علاء اتمنى له التوفيق يا رب، يعمل نتيجه. مش نادي الاهلي بس بقى، ده منتخب قاهره يعني. فبنتمنى للولاد كلها بتاعت انبي والمقاولين وكل اللعيبه اللي موجوده على مستوى محافظه القاهره ان هم يشرفوا مصر في طوكيو في اليابان ان شاء الله. عندهم دوره في طوكيو؟ دوره في طوكيو ان شاء الله بتبقى بتعمل كل سنه، ان شاء الله يعملوا لنا حاجه تفرحنا ويرجعوا كده ان شاء الله بالذهبيه يا رب ان شاء الله. لا هو منطقه القاهره لازم نحييها صراحه، كل حلب نحييها على الدور الفعال اللي هم شغالين فيه. وهي فكره كمان المنتخبات بتاعت البراعم دي فكره يعني هايله، ازاي تسلط الضوء على الناشئين الصغيرين دي. هي بقى حاجه كده زي البرنامج بتاعك كده كابتن اسامه ما شاء الله، مش عايز اعب بقى يعني، انا بقول عامله حاله عندنا في النادي. يعني انت النهارده لما بتيجي تبقى ماشي كده يوم الجمعه الاستراحه يعني او في اي وقت خلاص الناس مستنيه البرنامج بتاع الاشبال بتاع كابتن اسامه نجم على الطريق دي. تخيل الاسره قاعده بتتفرج على ابنها فرحانين جدا، حاله جميله زي يعني المنتخب برده بالنسبه للسن الصغير ده، مين حلمه انه ما يلعبش في منتخب مصر او منتخب القاهره؟ فبتبقى حاجه جميله كابتن اسامه. انت عارف احنا كلنا لعبنا كره واحنا اولاد صغيرين. وانت رايح النادي الاهلي دي كانت بالنسبه لك ايه؟ يعني وانت جاي من بلدك ورايح تلعب في النادي الاهلي، فبتبقى حاجه كبيره وحاجه جميله بالنسبه لك، مشرفه يعني. تمام، هنستعرض دلوقتي مع حضراتكم هنشوف خريطه المباريات خلال الاسبوع اللي جاي. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي مواليد 2003 السبت 22 ديسمبر الاهلي والمقاولين عرب بطوله الجمهوريه الناشئين، مواليد 97 الاهلي وطلائع الجيش، مواليد 2000 يوم الاثنين الاهلي والنصر، مواليد 99 سموحه والاهلي ودي المباراه اللي كانت مؤجله بسبب الامطار في اسكندريه، مواليد 2004 اتحاد الشرطه والاهلي يوم الجمعه دوري منطقه القاهره. اخيرا بقى كابتن احمد، فعلا عندنا مواهب داخل قطاع الناشئين؟ يا كابتن والله يعني برضو يعني عايز اقول برضو يعني مش بتكلم على الكابتن جمال السيد بس، عندنا برضو في المرحلة اللي تحت شوية كابتن تامر حفني طبعا، ده برضو من الشخصيات القيادية الجميلة جدا ان الولاد الصغيرة بتحبه، عنده مواهب تحت 2007 و2008 و2009 حاجة جميلة جدا. المدربين اللي معاه على اعلى مستوى عاملين نتائج برضو، شغل كويس جدا في قطاع الناشئين طبعا. يعني احنا ما شاء الله طبعا كابتن فتحي مبروك السنة دي الراجل، يعني عايز اقول ان الراجل ده تعبان معانا جدا من الاختبارات يا كابتن، من اول اوائل الناس اللي هي كانت بتيجي الاختبارات الساعه 6 الصبح او لغايه الساعه 6 بالليل، شغال بيجي لنا الملعب مركز معانا بشكل جيد. المدربين طبعا كلهم عاملين حققين نتائج كويسه جدا، مراكز اولى السنه دي بفضل الله لحد وقتنا هذا. كابتن عادل عبد الرحمن عامل شغل كويس جدا في فرقه 97، كابتن مدحت طه مركز اول في 99، كابتن احمد سراج، كابتن ياسر محمدين، مش عايز انسى حد يعني. 2003 بنتمنى لهم ان هم طبعا فرقه كويسه جدا، وشويه تروح بس كده من الاولاد هم لسه صغيرين. انت عارف برضو الموضوع مش موضوع بطوله بس، احنا محتاجين ان احنا نوصل لاعلى درجه من الاداء الفني في كل الفرق، والبطوله دي يعني بتبقى هدف، الهدف الاسمى لنا والهدف الافضل ان احنا نطلع لعيبه من قطاع الناشئين للفريق الاول. لا في لعيبه كتيره جدا ان شاء الله مشرفه، وبنوعد الناس ان هنطلع لعيبه كويسه جدا لقطاع الناشئين ان شاء الله من قطاع الناشئين للفريق الاول ان شاء الله. شرفتنا النهارده ونورتنا كابتن احمد. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، وسعيد جدا ان كنت موجود معاك. ربنا يخليك. بشكر ضيفي كابتن احمد سمير، زي ما قال كابتن احمد سمير فعلا عندنا مواهب كتير داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وبرده عندنا مواهب وخبرات في الفريق الاول. بقول لكل جمهور النادي الاهلي ما تخافوش على الاهلي، الاهلي ده اسم في القلوب بحروف من ذهب. نشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.